المغرب ان شاء الله غادي نشجعوه كيف التلفازه كيف التيران. حنا جينا باش نشجعوا فريقنا وفريقنا غادي يغلب ان شاء الله بخمسه، ولكن اللي كنطالبوا من السي وحيد هو ان راه دايزين البراج، ولكن خصو يعيط على مزراوي على زياج وعلى بلهندا وعلى العربي وعلى حمد الله وعلى سميتو المرابط نور الدين، الله يجازيه بخير. كنطالبوا من السي رجع باش يتدخل في هذه القضيه، وحنا مع المنتخب المغربي وحنا متبقين القوانين ديالنا، حنا كنحترموا الدوله ديالنا، دخلونا ولا ما دخلوناش بحال حنا بحال الشعب المغربي. حتى الى بدات المقابله غنمشيو نتفرجوا في التلفزيون ونشجعوهم من التلفزيون، وشعارنا الدائم الله الوطن الملك. اسمح لك جيتي من الديار الفرنسيه خصيصا يعني لهذه المقابله. اي اخويا انا هذا مرض، مشيت تنقلب على الاطباء باش نداويه، قلبت على الاطباء باش يداويوني وما داويتش، كيعطوني الدواء والكينه باش هاد البليه قاصحه عليا، لان ما بقى عندي لا ريال لا جوج. هذا هو الحقيقه، راه ما عندي، انا ساكن في الخيريه في فرنسا، اقسم بالله، وكيعرفوا الجاليه المغربيه، وعايش بالاعانه ديال الجاليه، هما اللي تيقطعوا لي الطياره، هما اللي قطعوا لي الطياره باش جيت. كنشكر الجاليه المغربيه في فرنسا وايطاليا وبلجيكا والمانيا وهولندا، هما اللي معاونيني في هذا الوقت، لان 58 عام ديابيتيك سكور، وكان هذه بليه، قولوا لي الله يعفو عليك الظلمي. انا راه ما كتشوفوني كنمشي لايطاليا، راه قطعوا لي الناس غير 25 اورو، راكم شفتوها في الباج ديالي. انا كنمشي في الطياره ترخص، حتى دابا جيت في الطياره ب 40 اورو، ارخص الطياره، لان الطياره كنجي في الطياره الضعفاء. قولوا لي الله يعفو بحال شي انسان بلي، كاين اللي عنده بليه ديال حاجه اخرى، وانا جاب لي الله هذه البليه ديال الكره، راه واخا نقول ما نمشيش، كنمرض، كيطيح لي الطانسيو الا ما مشيتش. ومني كنبقى نشوفهم في التلفازه وانا في فرنسا اللي كنعيش في الخيريه، الطانسيو ديالي كيطيح الا ما مشيتش، بحال وصلت واحد البليه خصني نديرها. ولكن الحمد لله اللي مبلي بهذه البليه ديال الرياضه، ما مبليش بحاجه اخرى، وبالصلاه كنعبد الله دابا، وليداتي كبروا، والدولمي كيشكر جميع الشعب المغربي، وان شاء الله الانتصار في هذه المقابله. غندوزوا للبراج، ولكن اشنو هو النتيجه من مورا البراج؟ خصنا نعيطوا على 6 لعابه قدام باش يدعموا هاد الشباب اللي في المستوى، الحمد لله كلهم في المستوى هاد الشباب، ولكن خصهم وقت طويل باش ياخذوا تجربه افريقيه. وشكرا للجميع، وشكرا للسي رجاء. شنو هي الحقبه اللي دوزتي انت في حياتك مع المنتخب الوطني وحسيتي براسك كنت في القمه والمنتخب كان في القمه؟ كاس افريقيا 76 86 احسن حقبه، 2004 احسن حقبه، والحمد لله السنغال فريق قوي، ما عمرو دا كوبا افريك، كوبا افريك الا زهر، وان شاء الله نتمنوا المغرب يمشوا الدومي فينال في كوبا افريك في الكاميرون، نتمنوا غير الدومي فينال، والتاهل لقطر 22 الشقيقه. شنو هو السوفونير اللي بقى لك خالد في الذكر ديالك وما بغاش يتنساك؟ السوفونير ديالي هو المنتخب المغربي مني تاهل روسيا ومكسيكو 86 و94 و98 و1970، احسن ذكريات عندي هو المنتخب وكاس افريقيا 76 اللي حضرت ليه، ماشي حضرت ليه شفتو، تلقينا عليهم في المطار. كانت عندي 16 عام. شكون هو اللاعب المفضل عند الطولمي وغيبقى ديما يتفكروا وفرحك؟ اللاعب المفضل كلهم انا كنفضلهم، ولكن رحمه الله على عبد المجيد الطولمي. عبد المجيد الظلمي غيبقى تحفه، وجميع اللاعبين المغاربه اللي ميتين واللي حي الله يرحمهم واللي حي الله يطول لهم عمرهم، وزياش خصهم يعيطوا لي حشومه عليهم، وحاريت وبالهنده ومرابط والمزراوي والعربي، العربي عنده تجربه كبيره في افريقيا، يليق البراج. وشكرا لكم وتحيه للصحافه المغربيه. النتيجه ديال المقابله ديال اليوم؟ اليوم ان شاء الله غادي ننتصروا ب 3-0 4-0 5-0، ولكن الامكانيات المغرب عاليه، احسن سونتر في افريقيا داروا لهم سيدنا الله ينصرو الرياضي الاول جلاله الملك محمد السادس، لولا بفضله لا لم تنجح اي رياضه، والدعم مهر اللي فيهم السي القجع، ماشي مهر اللي في المنتخب الوطني، فوتسال جاء الكادي المينيم للشبان البريمير ديفيزيو الهوات الملاعب القرب، السي القجع بانت الخدمه ديالو بشهادات المغاربه في العالم وفي المغرب، شكرا له، والفضل كيرجع لجلاله الملك محمد السادس. الفوتسال تكلمنا على الفوتسال. الفوتسال اخويا كنا حضرنا والحمد لله دوزنا، والمغرب ديالنا دار واحد النتيجه اللي غتبقى خامسا عالميا اللي اعترفت بها البرتغال، والمدرب البرتغال قال لهم اصعب فريق اللي كتخايف منه هو المغرب، هو اللي كان غيدي كاس العالم، غير ما تقوش في راسهم.
وشكرا لهم. الجماهير المغربيه يجب عليكم الاتحاد في البطوله المغربيه، ونتمنوا اللي فاز البطوله الله يبروك عليه، ونتمنى الكؤوس الافريقيه الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي والجيش الملكي ونهضه بركان في الكؤوس العربيه، ونتمنوا لهم مولوديه وجده حتى هي في الكاس العربيه، ونتمنى البركان وجميع الفرق المغربيه من طنجه الى الكويره والصحراء المغربيه وستبقى مغربيه الى ان يريد الله ومن عليها. وشكرا لكم، وانا ما عنديش مشكل، دخلت الملعب تبارك الله، ما دخلتش تبارك الله، انا مع القانون ديال الدوله ديالنا المملكه ديالنا، انا لا ما كنطبق القوانين ديال الدوله ديالنا، الله ينصر سيدنا. السلام عليكم ورحمه الله، حنا جينا من مدينه الداخله، تكبدنا عناء ديال السفر باش نشاهدوا مباراه ديال المنتخب الوطني، وهذا الشيء ماشي حنا ديما مواكبين المنتخب الوطني، فيما كيكون عندنا شي وقت كنحاولوا نجيو باش نتفرجوا في ماتشات ديال المنتخب. بصفتنا كوطنيين وكنحبوا حنا غيرين على المنتخب الوطني، وديما كنبغيو يدير اداء متميز، وان شاء الله كنتمنوا يتوفق في هذه المباراه هذه بشي نتيجه عريضه كما المباراه اللي قبلها. والحمد لله حنا كروح وطنيه ديما مع المنتخب ومع المغرب بصفه عامه، وكاع الناس ديال الاقاليم الجنوبيه راه كيوقفوا مع المنتخب ديالهم ومع الوطن ديالهم. وشكرا بزاف للاذاعه ديال المنبر 24، كنشكركم من هذا المنبر نيس، وشكرا بزاف. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.